كانت بتتفرج وبيقولوا الفانيلا البيضة بخطين حمر من حق جمهورها يحبها طول العمر. اكيد حضراتكم عرفتوا احنا بنتكلم على مين وبنقصد مين. انا بتكلم على مدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك اللي ما شاء الله ما شاء الله عايزين كده نمسك الخشب فاتح على الرابع يا جماعة. زي ما بيقولوا في الفترة الاخيرة ما فيش فريق قادر يقف قدامه، هو معدي كله. امبارح بالليل ضاف كمان بطولة غالية جدا لدولاب بطولاته، والحقيقة ما اجملها بطولة يا جماعة علشان جت على حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي. امبارح الزمالك قدر يكسب بطولة السوبر المصري ويهزم الاهلي في اللقاء اللي اقيم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الاماراتي في دولة الامارات الشقيقة بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي زي ما تابعته طبعا امبارح في المباراة.